هي كان يا ريت نقول الهنت بتاع التانك فاسيكوليشن كان هيفرق، يعني ده يعتبر كلينيكال شور دايجنوزس التانك فاسيكوليشن. في الحاله الثانيه اللي هي البريماتشور، يعني هو البريفنتيكال لوكوماليشيا بايلاترال وسيمتريكال هيديني اكتر سباستيك دايبليجيا. فلما اقول الكومنست هيمبليجيا كوز بيبقى برينيتال ستروك، وطبعا بيبقى الرايت هاند هي اللي بتبقى او الرايت هاف هو اللي افكتد مور. يعني هو بعد اذن حضرتك طبعا بالنسبه للبريفنتيكال لوكوماليشيا حالات كثيره جدا بيجوا لنا بيونيلاترال او اسيمتريكال سباستيستي، يعني هي ما بتبقاش بايلاترال. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا بروفيسور ماريانا على السيمبليفايد اند ايدوكيتيف ليكتشر. والحقيقه انا يسعدني طبعا ان انا اشكر الساده رؤساء المؤتمر استاذ الدكتور احمد حمدي ودكتور محمد عمر واستاذ الدكتور ايمن ايميل على الدعوه الكريمه ان اكون النهارده في المؤتمر اللي هو ما شاء الله رغم ان هو يعني المؤتمر الاول لكن مؤتمر شايفين ما شاء الله الحضور لغايه اخر المؤتمر جريت عظيم وان شاء الله دايما من نجاح لنجاح. Now it's my pleasure to introduce الحقيقة one of the rising stars in neonatology. هو ابن من أبنائي في وحدة حديث الولادة في كلية طب عين شمس، وهو الدكتور محمد حسين اللي هيعرض لنا إن شاء الله to the target in neonatology pick up red flags. تفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحب أشكر أساتذتي الأفاضل وأهنيهم على نجاح المؤتمر to the target in pediatrics، أستاذ دكتور أحمد حمدي وأستاذ دكتور أيمن إيميل وأستاذ دكتور محمد عمر. الحقيقة يعني أن أنا أتكلم بعد الأساتذة الكبار أستاذ دكتور إيهاب وأستاذ دكتور هابي وأستاذ دكتورة مريان موضوع صعب جدا، والأصعب كمان أن أنا أتكلم في وجود أساتذتي اللي ليهم فضل كبير جدا عليا، أستاذ دكتورة زينب الأباني رئيستي وكانت مشرفة الدكتوراه ليها الشرف أن هي أشرفت على رسالتي، أستاذ دكتورة نهال رجال أستاذتي ورئيسة وحدتي واللي ليها يعني فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا for her support، أستاذ دكتورة صحر حسنين طبعا بتعلم منها كل يوم كل حاجة ليها علاقة بالنيونيتال نيورولوجي والنيورولوجي والإثكس وكل حاجة، أستاذ دكتور أحمد محمود شرف كبير نتكلم قدام حضرتك. إن شاء الله هنتكلم النهاردة هناخدكم بقى في رحلة بسيطة كده للنيوناتولوجي، بقى حاجة كده بالراحة خالص. هنبدأ نتكلم to the target in neonatology، إزاي to pick up red flags في neonatology. red flags في neonates ممكن تحصل إمتى؟ before delivery، during delivery، وانا بعمل resuscitation للبيبي، وانا بعمل له examination، وانا بتابعه في العيادة، ولازم دايما اكون ready لأي red flag. طيب حد سأل نفسه قبل كده red flag دي جت منين؟ انا قعدت دورت في التاريخ فلقيت ان هو فرنسا سنة 1791 كانوا طبعا الديك الفرنسي الشهير احمر في ابيض فازرق، حدش يسألني هو ربنا اكيد مش خلقه كده، هم كانوا بيلونوه تقريبا، وكانوا دايما يرفعوا الريد فلاج كرمز للثوره ورمز للخطوره وهذا الكلام. وفي البحريه اللي منكم بيحب البحر زي كده هيعرف ان لو العالم رافع الرايه الحمراء ده معناه ان هو بيحمل شحنه متفجرات، والبحريه الملكيه دايما بترفع الرايه الحمراء. الترند بقى دلوقتي الشباب في السوشيال ميديا، لو حضرتك يعني شاب صغير وداخل هترتبط في حاجه اسمها ريد فلاج في العلاقات، دي طبعا ريد فلاجز في العلاقات لو حضرتك داخل ترتبط لازم تخلي بالك منها. اما المتجوزين طبعا هو في فلاج واحد احنا بنرفعه اللي هو ايه؟ الرايه البيضاء بالظبط، كلنا رافعين الوايت فلاج. فالريد فلاج معناها اي لايف ثريتنينج كونديشن ممكن تحصل للبيبي. ده شكل ناس كتير لما بيجي لهم بيبي في العياده بيبقوا قلقانين منه شويه، وده شكل ناس كتير لما بيجي لهم بيبي في الطوارئ بيبقى بالنسبه لهم قنبله موقوته. عشان كده احنا لو عرفنا ريد فلاجز الامور هتبقى معانا اسهل كتير. مش مطلوب من الجنرال بيدياتريشن ان هو يحط فول بلان اوف مانجمنت للنيونيت، بس مطلوب منه ان هو يخلي باله من الريد فلاجز في النيونيت. طيب اهم حاجه نعملها ايه قبل ما نستلم البيبي؟ ناخد هيستوري من دكتور النساء. طبعا ده شكلنا راح ناخد هيستوري من دكتور النساء، نساله الام دي كان عندها انوريكسيا، كان عندها دايابيتس عشان لو هيبقى فيه انترفنتريكولار سيبتر هايبرتروفي او البيبي هيتولد عنده هايبوجلايسيميا، الام كانت ابيليبتيك وماشي على انتي ابيليبتكس، الام كانت هايبرتنسيف كاردياك او رينال، لو الام لوبس بنخاف من الهارت بلوك في البيبي، لو الام بري اكلامسيا ممكن يتولد لبيبي عنده اي جي ار، لو الام ثايرويد ديزيز، لو الام كانت بتاخد انسولين او انتي ديبريسنس، لو الام دي ادكت وبتاخد اوبيويدز بخاف من النيونيتال ويذرول او الابستيننس سيندروم، لو الام ماشيه كان سموكر او الكحوليك، يبقى انا لازم اسال على الاسئله دي لدكتور النساء عشان اقدر اطلع الريد فلاجز، لان في الاخر انا اللي هستلم البيبي وانا اللي هبقى مسؤول عنه.
لو في decreased fetal kicks لازم ابقى عارف لو السي تي جي بتاع العيان فيه مشكله، لو البلاسينتال بلاد فلو افكتد. طب هو السي تي جي احنا بنعرف نقراه؟ لا. طب ايه اللي انا المفروض اسال عليه دكتور النساء؟ هساله ثلاث اسئله: الهارت ريت بتاع البيبي كان اخباره ايه؟ في فاريابيليتي في السي تي جي ولا لا؟ وفي اي ديسيلريشن حصل في السي تي جي ولا لا؟ طيب لو حصل بريماتور رابشر اوف ممبرين اكتر من 18 ساعه بنخاف من ايه؟ سبسز. لو الام عندها يو تي اي او راش وفيفر، لو البيبي اتولد بدري بس ما اخذتش الام الكورس اوف ستيرويدز، كل ده قبل ما استلم البيبي اصلا. طب لو البيبي اتولد في مكان ومفيش نيوناتولوجيست استلمه، دي مشكله كبيره. البرزنتيشن بتاع البيبي وعدد البيبيهات اللي موجوده، جيستيشنال ايج مهم جدا، بعمل البالارد سكور لان ممكن دكتور النساء يقول لي على جيستيشنال ايج وانا اكتشف ان البيبي اصغر من كده، والبريماتوريتي تشالنج، ودي دكتوره اسمها جين بالارد هي اللي عملت السكور، عشان البريماتوريتي طبعا واحده من اكبر ريد فلاجز اللي بنقابلها. وانا بستلم البيبي لازم امشي على النيونيتال ريسستيشن بروجرام اخر ابديت اللي هو الايدز اديشن، ولازم ابقى عارف الابجر سكور بتاع العيان، لان الابجر سكور هو اللي انا ككونسلتنت او اخصائي او استشاري او نايب هقدر احكم بيه البيبي اتولد معايا عامل ازاي. وهم عشان يسهلوها قالوا الاي ابييرنس، البي البلس، الجي جريمس، الاي اكتيفيتي، والار ريسبيراتوري ايفورت، عشان لما حضرتك تقول ان الابجر سكور بتاع البيبي 1 2 3 4 ابقى انا عارف ان البيبي ده كان مولود ديبرست. دي دكتوره اسمها فيرجينيا ابجر هي اللي عملت الابجر سكور. طب انا هيفرق معايا الابجر سكور في حاجه مهمه جدا، ان ممكن البيبي يحتاج يتعمل له كولينج، لو الابجر سكور بتاعه اقل من 5 عن 10 مينتس يبقى البيبي ده ممكن يكون هايبوكسيك ومحتاج كولينج، سواء باسيف كولينج او اكتيف كولينج. طيب انا كده استلمت البيبي وعملنا الابجر سكور ودخلته عشان اعمل له فول اكزامينشن، ممكن وانا بعمل اكزامينشن الاقي فيه ريد فلاجز؟ طبعا لازم ابقى عارف الفايتال داتا بتاعت البيبي عشان ابقى عارف النورمال واعرف الابنورمال على الريد فلاجز، لازم ابقى عارف السنتايلز عشان احطه على السنتايلز واشوفه هو الجروس بتاعه افكتد ولا لا، لو بري تيرم ليها سنتايلز مخصوصه بتاع الدبليو اتش او او الفينتون شارتس. اعمل ستيب وايز هيد تو تو اكزامينشن، ابص على التون والكلر والبوستشر والماتيوريتي، ابص على الهيد اشوف البروزنج والاديما، احط ايدي على الكلافيكلز ممكن الاقي حته فيها سويلنج يبقى عنده فراكشر كلافيكل، واشوف السيمتري بتاعت النك ممكن البيبي يبقى عنده مشاكل في النك سيمتري او ستيرنوماستويد تيومر، افحص العين بتاعت البيبي اشوف فيها ديشارج او اريسيما، ممكن اعمل الريد لايت ريفلكس كمان، ابص على الماوث بتاع البيبي، ابص على لو عنده كليفت ليب او كليفت بالت، اشوف الايرز لو في بيري اوريكولار تاجز، ابص على شكل الثوركس وحركه الشست نفسها، وابص على مكان النيبلز والورك اوف بريذنج، اي ديفيشن هنلاقيه عن النورمال هيبقى ريد فلاج. يبقى انا قبل ما ادور على الريد فلاج لازم اعرف ايه النورمال، وهو النورمال في النيونيت بيختلف عن النورمال في الاطفال، بيختلف عن النورمال في الادوليسنت؟ يس. يبقى انا باك تو بيزكس اعرف النورمال هقدر اطلع اي ديفيشن او ريد فلاج، اسمع التشست والهارت بتاع البيبي واحط ايدي احس الفيمورال بلس، واسمع الانستينال ساوندز واحس الليفر والسبلين والكيدنيز، وابص على الجينيتاليا عشان لو في اي ابنورماليتي في الجينيتاليا، وما تنساش تفحص ظهر البيبي عشان لو في سويلنج او لو في اي مشكله في ظهر البيبي، وابص على رجليه واعمل التست اللي بيطلع لي الدي دي اتش ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيبس عشان لو في دي دي اتش عند البيبي. وطبعا اشوف الريفلكسز البريميتيف ريفلكسز السكلينج والجراسب والمورو ريفلكس لو فيها اي افكشن ده انديكيتور عندي ان البيبي ده عنده مشكله. طيب ايه هي الكونديشنز بقى اللي بنعتبرها ريد فلاكس في النيونيتس؟ الحقيقه انا لما دورت لقيت فيه شخص عبقري، عشان كده انا كاتب هنا ساسكت قليلا احتراما لهذا الشخص، هو جمع كل الريد فلاكس في كلمه اسمها ذا ميس فيتس. ايه ذا ميس فيتس دي؟ ولا حاجه، هو خد اول حرف من كل حاجه وعمل كلمه، فيحترم بصراحه، لان الديفرنشال دايجنوزز اكستنسيف. التي فور تروما، حد فيكم بيفكر لو بيبي جاي ديستربت كونشس او بيتشنج انه يكون اتعرض لتروما؟ حد بيسال الاهل على التروما؟ طب لو البيبي اتعرض للنون اكسيدنتال تروما، يعني ايه نون اكسيدنتال تروما؟ يعني مش غصب عنهم هم قاصدين، هيبان ازاي؟ مش هيبان حاجه ممكن، فلازم دايما ادور لو البيبي عنده بروزز، عنده تير في الفرينيولم، عنده ريتينال هيموريدج، دايليتد فيكسد بيوبلز او سيجرز، لازم اسال عليها. وهنا مبينين السايتس اللي بتقول لنا ان ده اكسيدنتال او ابيوز ولا نون اكسيدنتال، يعني ما ينفعش بيبي عنده تروما هنا كده على وشه واقول ايه؟ اصله وقع على خده، تمام؟ الاتش في ذا ميس فيت ستاندز فور هارت، اكتر حاجات كاردياك بتقلقني هي ايه؟
الدكت ديبندنت ليجنز. الدكت ديبندنت ليجنز اللي هي الليجنز اللي لو البي دي اي قفلت او الدكتس ارتيوزس قفلت البيبي هيموت. في رايت سايد دكت ديبندنت ليجنز بتيجي بساينوزس، في ليفت سايد دكت ديبندنت ليجنز بتيجي باعراض الكونجستيف هارت فيلير. وطبعا هم كتير جدا زي التايت كواركتيشن والدورف والابشتاين انومالي والهايبوبلاستيك ليفت هارت وكل الكلام ده كله. ممكن جدا البيبي يكون عامل 4D او عامل فيتال ايكو واقدر من خلاله ان انا اعرف ان البيبي مولود عنده دكت ديبندنت ليجن. طب بعد الولاده لازم اعمل سكريننج بالبلس اوكزيمتر، ونخلي بالنا ان ده ليه قواعد بسيطه خالص. حضرتك هتستخدم البلس اوكزيمتر لازم يكون اف دي اي ابروفد، لازم يكون بيشتغل في لو بيرفيوجن تبقى مشترط كده على الشركه، ولازم يبقى كاليبريتد. ثلاث حاجات، لان انت ممكن تحط بلس اوكزيمتر ما يطلعلكش اي قرايه. وزي ما انتم شايفين بحطه على الرايت هاند وعلى اي رجل من رجلي للعيانين عشان اشوف البري داكتال والبوست داكتال ساتوريشن، واتاكد ان الليزر او الاضاءه موجوده على الفليشي بارت. ولازم دايما ابص واستنى لما الويفز بتاعه الجهاز تبقى ريجولر. خلي بالنا لما بنستلم البيبي في جدول انديكيتور للاكسجين ساتوريشن او الاس بي او 2 بتاع العيان، يعني البيبي اول ما بيتولد عند دقيقه هل المفروض انه يكون الساتوريشن بتاعه 99%؟ لا. طب احنا بنعمل ايه؟ بنلاقيه داسك شويه فبنحط اكسجين، وده مش صح. لازم نمشي على الجدول ده ان البيبي هيوصل 95% ممكن في خلال 10 دقائق. طبعا ده جايدد ان البيبي اذروايز ما عندوش مشاكل، تمام. ذا يبقى الاي اندوكراينال. اكتر حاجه اندوكراينال بنخاف منها ايه؟ ريد فلاج كونجنيتال ادرينال هايبربليزيا. ممكن تبان على الاسبوع الثالث او الخامس، بتيجي بنون سبيسيفيك سيمتومز. بعض الانواع منها بيبقى فيها امبيجوس جينيتاليا. الميتابوليك بروفايل بتاع العيان لو هو سولت لوزر بيبقى عنده هايبوناتريميا، هايبركاليميا، ميتابوليك اسيدوزز، هايبوجلايسيميا. يبقى انا لو عندي عيان جاي شوكت الكونديشن بتاعته كريتيكال وعملت له الكترولايز وبلاد جايز لقيتها بالمنظر ده، لازم اعمل اندوكراينولوجيكال كونسلتيشن. ذا ميس الام ستاندز فور ميتابوليك. اكتر حاجه ميتابوليك بتقلقنا هي الهايبوجلايسيميا. طيب الهايبوجلايسيميا بتيجي ازاي؟ نون سبيسيفيك سيمتومز، البيبي ليثارجيك، عنده بور ساكلينج، بس خصوصا لو في الهيستوري زي ما افتكرنا كان الام جيستيشنال دايابيتس او كانت بتاخد انسولين. اكتر بيبيهات بيبقوا عرضه للهايبوجلايسيميا السمول فور جيستيشنال ايج والاي جي ار، اللارج فور جيستيشنال ايج، الانفانت اوف دايابيتكس والبريماتورز. دول لازم يتعمل لهم بلاد شوجر سكريننج في اول 24 ساعه حتى لو البيبي مش مانيفيستنج اي سيمتومز. الاي هي الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم. طبعا الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم بحر كبير. الصوره دي صوره حقيقيه ويب سايت حاططها، كل ما بنعمل زوم بيطلع لي الباث واي الافكتد. طبعا عشان نفهم الصوره دي محتاجين نبقى زي الراجل العظيم ده عشان نفهم الامبورن ايرورز اوف ميتابوليزم. بس هم حاطين في النيونيتس بعض الساينز اند سيمتومز السجست، يعني البيبي لو عنده بور فيدنج مش بيصحى، فوميتنج، فيلير تو ثرايف، التون بتاعته افكتد، هايبوجلايسيميا او اسيدوتيك، ابنيك، سيجرز، عنده هيستوري اوف سادن ان اكسبلين ديث. ايه ده؟ يعني كل العيانين اللي عندنا في الحضانات ممكن يكون امبورن ايرور؟ للاسف اه ممكن طبعا، بس لو انا مش حاطط الدايجنوزز ده في بالي وما دورتش عليه مش هيطلع لي. بنعمل سكريننج ازاي او بنعمل دايجنوزز ازاي؟ بنعمل بلاد جازز، امونيا ولاكتيت، الكترولايتس، ليفر فانكشنز، بلاد لاكتيت وبايروبيت ريشيو، يورين اورجانيك اسيدز، والاكستندد ميتابوليك سكريننج. اس سيبسز، تالي سيبسز ده واضح جدا. اي بيبي عندي في الحضانه ممكن يكون سبتيك انتيل بروفد اذروايز، اللي هو غالبا مش هيبقى فيه بروفد اذروايز، فلازم دايما افكر في الدايجنوز اوف سيبسز. اف فورمولا، ايه فورمولا دي؟ هو راجل ما لقاش حاجه بالاف يحطها فحط كلمه فورمولا، ده انا متاكد من كده، لان بيقول لو الدايليوشن بتاع الفورمولا مش مظبوط. يعني في امهات بتقول انا بحط شويه على شويه ميه، دخل بيبي في هايبوناتريميا او تعملها كونسنتريتد دخله في هايبوناتريميا. فانا بصراحه حطيت فيفر، الاف احسن فيفر، لان الفيفر في النيونيت الرويال كوليدج اوف بيدياتريكس بتقول ان الفيفر اقل من شهر لازم البيبي تو بي ادميتد ويتعمل له فول سيبتك ورك اب. مفيش حاجه اسمها فيفر في اول شهر، الا طبعا لو في اوفر رابنج زي الام اللي بتبقى جايه ملبسه الولد ايه الدولاب كله ومقفله التكييف. وهم طبعا مسهلين الدنيا ان لو الفيفر من شهر لثلاث شهور بنشوف البيبي بقى ويل ولا ان ويل وبنمشي على الالجوريزم اللي هم حاطينه. الاي انتستاينال مقصود بيها اي سيرجيكال ابدومن، اي سيرجيكال ابدومن في النيونيت هي ريد فلاج. والكاتاستروفي او الالترا ميجور سيرجيكال ايمرجنسي في النيونيت هو المال روتيشن والفولفلس، دي حاجه لازم تدخل فيها في خلال دقائق من الجراح. التيل توكسين لازم نفكر ممكن يبقى البيبي متعرض لتوكسين، تعرض لاوبيويدز،
الام بتاخد ادويه زي الاندرال، بتعرض لبيستيسايدز او اورجانوفوسفورس او ايثانول، الاس سيجرز، وطبعا الحاجات اللي بتعمل سيجرز في النيونيتس كتيره جدا جدا، الكترولايت ديستربنس، هايبوكسيك اسكيميك، البيبي يتعرض لتروما واتسو ايفر. طيب انا هخرج البيبي من الحضانه الحمد لله، وانا بخرجه في ريد فلاجز، لو البيبي بتاعي كان فيري لو بيرث ويت او سمول فور جستيشنال ايج، او البيبي احتاج معايا خارج بتيوب فيدنج، او عامل جاستروستومي او تراكيوستومي، او اخذ تي بي ان اكتر من 4 اسابيع، كل الحاجات دي ده بيبي هاي ريسك. اي بيبي خارج بكرونيك ايلنس، كرونيك لانج ديزيز، كرونيك رينال ديزيز، اوستيوبينيا اوف بريماتوريتي، ده هاي ريسك. رافي ما بيلبش. انثروبومتريك ريد فلاجز، لو البيبي بتاعي كروسنج 2 سنتايلز بيلو او اباف، ده معناها ان ده ريد فلاج. فيدنج ريد فلاج، البيبي لو عمره اقل من شهرين ومش بيعمل 6 ل 8 ويت دايبرز في اليوم، بيقعد يرضع فتره طويله نص ساعه، الفوليوم اوف فيدنج المفروض كل ما البيبي يكبر كل ما الفوليوم يزيد، لا ده الفوليوم بيقل، البيبي ليثارجيك او فازي ديورينج فيدنج. عشان كده لازم كلنا نكون ريدي فور اول ريد فلاجز، ودي التشيك ليست اللي هنكون ريدي بيها. ما ننساش الاي بي سي، اير واي لازم حضرتك تكون جاهز ببوزيشننج للهات، لو في فورم بودي هنشيله، انتيوبيشن جاهزين بالادرينالين، البي بريذنج نتاكد ان البيبي ات بريذنج، يبقى جاهزين بالاكسجينيشن والفنتيليشن والميديكيشنز، السيركيوليشن سكيور اكسس للبيبي ريد فلاج اول ما نشوفه، ونعمل له فلويد ريسستيشن قبل ما اعرف حتى التايب اوف شوك اللي عنده، وابقى جاهز بالانوتروبس. تي لو البيبي اتعرض لتروما هنعمل له الاي بي سي ونعمل ايمجنج، ويبقى معانا الجراحين عشان نقدر نحط له بلان. هارت ديزيز، لو البيبي داكت ديبندنت ليجن ابدا على طول بالبروستين او البروستاسايكلين عشان الداكت تبقى سكيورد قبل ما افكر ان انا ادي اي انوتروبس او ادي اي ادويه او اعمل ايكو او الكلام ده كله. اندوكراينال، لو البيبي كونجنتال ادرينال هبدا بالهايدروكورتيزون وهيبقى معايا الاندوكراينولوجي تيم. ميتابوليك، لازم البيبي لو هايبوجلايسيميك بياخد ديكستروز وبنتابع السكر بتاعه وبندور على الايتيولوجي. امبورن ايرور، البيبي بياخد الفلويدز وبنعالج اكوردنج للتايب بتاعه الامبورن ايرور. سبسز، لازم البيبي يبدا انتي بايوتكس اكوردنج للكالتشرز والفلويدز. الفورمولا تتظبط مع الام، لو قصه سيرجيكال لازم يبقى معانا سيرجيكال تيم في الحضانه اللي احنا شغالين فيها. لو البيبي متعرض لتوكسين اعمل سبورتيف تريتمنت وادي الانتي دوت المناسب. لو البيبي اتعرض لسيجرز اسكيور الاي بي سي وابدا بالانتي ايبلبتكس اكوردنج للالجوريثم اللي كلنا عارفينه اكوردنج للوحده بتاعتنا. وشكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا استاذ الدكتور محمد حسين على المحاضره الجميله الرائعه، وانا سعدت طبعا بالاشراف على رساله الدكتوراه وتوسمت فيه طبعا ان هو هيبقى دكتور عظيم باذن الله، لحبه للعلم وللعمل والاخلاصه، وبتمنى له كل التوفيق. بننهي هذه الجلسه، وسعدنا واستمتعنا بكل الحضور وبالمحاضرين، الأستاذ الدكتور إيهاب الحكيم، أستاذ الدكتور هابي قيصر، الأستاذة الدكتورة ماريان يوسري، والأستاذ الدكتور محمد حسين. سعدنا بوجود الشير بيرسنز، وبنشكر كل القائمين على هذا المؤتمر، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعتذر طبعا على عدم تواجدي الصبح معاكم في جلسات المؤتمر، بس انا طبعا يمكن حصل ظرف امبارح، انا ابني في اخر جلسات وقع ودراعه اتكسر وخارج من العمليات امبارح الساعه 5:30 الصبح، فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. انا تاني بكرر شكري للحضور الكريم والحضور اللي من بدري اللي يشرف ويبسط اي واحد بيعمل مؤتمر، فعلا انتم اسعدتونا بحضوركم النهارده، ويا رب ان شاء الله تكونوا مستفيدين. احنا هناخد صوره مع الجلسه اللي فاتت السبيكرز والشير بيرسونز. يمكن دكتوره ماريانا انا عايز اشكر حضرتك والدكتور محمد على المحاضرات الجميله، بس هو الواحد بيختار السبيكرز في المحاضرات عامل زي اللي بينقي فريق كوره، فبيختار احسن لعيبه، وفعلا احنا ربنا سبحانه وتعالى كرمنا باحسن لعيبه في احسن محاضرات. شكرا، اتفضل.